مرحبا. بتعاني أغلبية السيدات من مشكلة بطول رموش وكثافتها. أكيد الماسكارا بتساعد بالمكياج لتطويل رموش، بس في طريقة جديدة بتقدر تخليك تطولي رموشك بشكل طبيعي قبل ما تحطي الماسكارا، وهي تدليك بالفازلين. تابعي هالفيديو وتعرفي معنا على الطريقة. أولاً نحن بحاجة لشوية فازلين، بفركن مزبوط عأصابيعي وبلش بالجفن العلوي. راح بلش حط على طول خط الرموش من الأول للأخير. من بعد ما نكون دلكنا كل الجفن العلوي بهالطريقة هيدي، راح انتقل للرموش. إصبعي بستعمله كأنه ريشة الماسكارا وبلش مشة رموشي بهالطريقة هيدي. من تحت لفوق، بس حس انه نشفت الماسكارا نشفت الفازلين شوي برجع بزيد. من بعد ما اكون مشطتهم كانه ماسكارا بجرب القط كل رمش بيرمشه بالفازلين وطلعوا بهالطريقه هيدي. رح تلاحظي كيف العين بترتاح تدريجيا. وهلا بنتقل للجفن السفلي. نفس الطريقة، بلش من أول العين لآخرها. في استعمل هالشكل من التربيد اللي بيريح الجفن من التعب. وبرجع بنتقل لرموش، بمشطهم كأني عم مشطهم بالماسكارا، وبرجع بكمش كل شعرة بشعرتها وبنزلها نزول.